مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة اني تي في. فيديو جديد معلومة مؤكدة بحول الله تعالى. معلومة ديال اليوم غادي هي واحد شيء بسيط جدا كيحسوا به العديد من النساء والرجال، ولكن النساء اكثر عرضة له من الرجال. فعلا هذا الحاجة هو اللي توصلت بها الابحاث، هو ان الرجال كيكون عندهم نسبة اقل، ولكن النساء كتكون عندهم نسبة اكثر للعرضة لبرودة القدمين. من منا ما كيحسش بالبروده ديال القدمين ديالته في فصل الخريف، فصل الشتاء لابد اننا كنحسوا بالبروده، ولكن هاد الاشخاص كيكون عندهم البروده ديال الرجل، يعني الرجل كامله، يعني انا كنهضر على القدم لتحت، داكشي كيحسوا بها دائما بارده في الصيف شتاء خريف، حتى وان انتعلوا هكاك الا كان عندهم الجوارب يعني تقاشر الا لبسناهم، دائما الا قلبتهم ولا حسيتهم هكا كتلقاو رجليهم دائما غلاسل، يعني فريمون بارده بارده بارده، رغم انهم يقدروا ما يحسوش بالبرد، ما يحسوش بهكا، يكونوا لابسين دافين داكشي، ولكن الارجل ديالهم كتكون بارده. هذا ان دل على شيء فدل ان الجسم ديالك كيعطيك واحد الانذار. هذه هي الطبيعه ديالنا، سبحان الله، سي فريمون عندنا الجسم ديالنا كيعطينا دائما واحد الانذارات، واحد المنبهات، وداكشي خاصنا كيف كنقول لكم دائما اي رساله داست من حدنا الا عندها واحد المغزى. فكذلك الجسم ديالنا كيعطينا دائما واحد الانذارات، خاصنا دائما نصنتو لهم، خاصنا دائما ديرو الا حسينا بواحد الوجع في واحد البلاصه ولا هكا ما نكونوش موسوسين. هناك فرق ما بين الوسواس اللي كيكون قهري هكا، وكاين يكون واحد دائما غير تصب شي حاجه كده، وكاين كاين شي حاجات شي رسائل اللي كتكون دائما 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 ردوا لها البال، يعني نكونوا دائما ناخذوا العصا من الوسط، يعني الواحد هذه القضيه خاصو يكون فيها. من بين الاشياء اللي سميتو الجسم ديالنا كيديرها هو كتركز دائما في المنطقه ديال القدمين ديال الارجل. سبحان الله الكور ديالنا كامل، الجسم ديالنا كامل، عندنا في الارجل ديالنا كنقدروا نتوصلوا ببزاف الرسائل، وكيف نقدروا نعالجوا بزاف الاشياء كذلك من القدم. من بين الاشياء اللي كتدير علينا كيف قلت لكم سبحان الله هي البروده ديال القدمين. هذيك البروده ديال القدمين كتدل على بزاف الامراض بعض المرات، يعني كتجي في سميتو. من بين الاشياء اللي تقدر تدل عليها بان الناس اللي كيتصابوا دائما اللي عندهم هذه البروده ديال القدمين، ماشي نقول لكم ان الواحد غادي يحس بالبروده ديال القدمين في الخريف ولا الشتاء واحد شويه غادي يقول انه في نو، البروده ديال القدمين كتجي عند الناس كتكون عندهم دائما، واخا يلبسوا جوارب اللي كتكون شويه ثقيله اللي كتكون قطنيه هكاك وداكشي، وكيحسوا دائما بانهم فريمون رجليهم باقا بارده. وبعض المرات كيؤدي الامر بعض المرات حتى للانتفاخ ديال الاصابع ديالهم، وكيبانوا بحال غادي بحال نقولوا بحال غادي ترتقوا بهذا المعنى، يعني كنحسوا بهم فريمون ما كيضروا ما كيحلقوا ما حتى شي حاجه، كيكونوا منسوخين، يعني كتحس بحال هذاك الدم داس سميتو بقى محبوس ليهم في هاد الجهه، وراه ماشي سميتو هذاك ناتج عن هذيك البروده ديال القدمين ديالهم. اش كيدل على هكا؟ بالنسبه للناس اللي كيعانوا به هكا كنلقاو دائما في المرتبه الاولى هما الناس اللي كيكونوا دائما عندهم واحد الوضعيه ديال الوقوف كتكون ثابته، يعني الناس اللي كيبقاو دائما واقفين هكا وكيديروا نفس الخدمه، او الناس اللي ما كيتحركوش بزاف، يعني الناس اللي ما كيتحركوش بزاف كتكون النقص ديال الحركه، نقص ديال المشي، نقص ديال هذه كتجي في المرتبه واحد، المرتبه اثنين هذا كنشوفوا، بعدا كنشوفوا هذا الشيء عاد نشوفوا الاشياء الاخرى اللي كتكون عندها اكثر واكثر خطوره. الحاجه الثانيه هي ان الوضعيه ديال الاحذيه، كيف كنقول لكم دائما الاحذيه اللي خاصنا نديروها على حسب الحركه ديالنا خاصها تكون دائما احذيه سميكه، وكون تقشرات هما يا قطنيين ولكن يكونوا سخانين. هاد الاشياء الا كنا هادو بجوج عارفين باننا كنتحركوا مزيان، عارفين بان النوعيه ديال الحذاء مزيان عندنا وداكشي، وعارفين بان سميتو هذا هذيك البروده كتجي الواحد دائما وعنده صبيعاته كيحسوهم بحال متورمين هكاك وداكشي، يعني خاصنا نشوفوا هناك جرس انذار لامراض هي يا اكثر منك. من بين الامراض اللي كتدل عليها هاد القضيه وهي فقر الدم. فقر الدم حنا كنعرفوا بان العديد من الناس كيتعرضوا ليه. فقر الدم خاصنا هو نعرفوا بان هناك انواع، ماشي اي واحد يقول لك لا عندك فقر الدم انيميا، ماشي اي فقر دم راه انيميا، هذا غادي نهضروا عليه مره اخرى باش نشرحوا الفرق ما بين فقر الدم اللي هو كيكون عادي راه هو انواع، والفرق ما بين الانيميا هذا خاصنا نعرفوا.
فقر ديال الدم، واش عندنا سميتو الناتج ديالنا، عندنا المخزون ديال الحديد يكون مزيان، لانه ملي كيكون عندنا نقص في المخزون ديال الحديد وداك الشيء كيدل على بزاف الشحوبه ديال الوجه، كيدير لينا في الشعر ديالنا، كيدير لينا في الاظافر ديالنا، كيدير لينا في الجسم ديالنا، يعني حتى في البلاكات وداك الشيء فاش كيبان لينا بعض المرات شي قريصات هكاك في على الجسم ديالنا زرقيات وداك الشيء دايرين فيها هكا، وكذلك في التورم ديال الارجل ديالنا، وكذلك في البروده ديالته. هذا سميتو يعني فقر الدم. الا كان لا فقر الدم وداكشي يعني خاصنا نعالجوه، يعني باش نعالجوه ماشي غادي نسمع صاحبتي ولا جارتي ولا هكا قالت لي نو، نمشي عند الطبيب ديالتي وندير انا واحد التحليل باش نعرف راسي اين فقر الدم عندي، واشنا هو العلاج اللي غادي يكون ملائم ليا. كل اللي غادي يكون عنده علاج كيكون غير ما بين شهر وثلاث شهور، كل اللي كيكون عنده واحد العلاج مزمن، يعني الواحد نحاول باننا دائما نمشيو عند اهل الاختصاص. انا هذه النصيحه اللي كنعطيها لكم. الحاجه الثانيه كتجي من كنهضروا على فقر الدم، كنهضروا كذلك على الضغط. الضغط حتى هو ارتفاع الضغط حتى هو هذا حتى هو كيدل عليه انتفاخ ديال هذاك الاصابع ديالنا والبروده ديال القدمين. الحاجه الاخرى اللي كيدل عليها وهو اضطراب ديال العمل ديال الغده الدرقيه، حتى هي هذه ملي كيكون اضطراب ديال الغده الدرقيه فهي كتعطينا بزاف، كتكون بزاف الاشياء اللي كتخربق لنا في الجسم ديالنا، فانها فريمون خاص الواحد يمشي فريمون يدير لها تحاليل خاصه بها ويشوف واش دائما بانها كوريكت ولا هكا، ماشي كل العام اللي فات ولا العام اللي قبل منه هذه 3 سنين هذه فاش درت تحاليل وقال لي ما عنديش صافونزكا، انه هذه دائما فاش نمشي ندير واحد التحليل ديالتي نعرف راسي بان خاصي دائما نطلب هكاك باش تكون. كيقول لك دائما الوقايه خير من العلاج. الواحد اي مرض اي مرض الله يحفظ وكان ليه العلاج في الاول فانه كيدير لنا، حيت لان الغده الدرقيه كاين اللي كيكون عنده العلاج غير بالادويه وكاين اللي كيكون التدخل الجراحي وداك الشيء، علاش حنا غادي نمشيو نوصلوا حتى التدخل الجراحي ولا هكا، يعني الواحد دائما يحاول بانه يتفادى بزاف الاشياء هكا. قلنا هكا كاين عندنا ما بين فقر الدم، قلنا بان عندنا الضغط، عندنا الغده الدرقيه، كنجيو اداء السكري. الناس ديال السكر كذلك كيكونوا مع حتى هما الله يحفظهم وداك الشيء عندهم بزاف المشاكل، يعني خاصهم دائما انهم يردوا البال للارجل ديالتهم، يعني الارجل ديالتهم ما بين البروده ما بين الاصابع هكا كذلك وكذلك الاظافر، يعني هذه المساله خاصنا نردوا لها البال تماما تماما تماما. يعني وكاين الناس اللي كيكونوا ما عارفينش راسهم بانهم عندهم السكر، هذه كتكون دلاله على انها على خاصكم تشوفوا واش عندكم السكري ولا لا. دونك كيف قلت لكم دائما ملي كيكون في الاول الا كان عندنا عرفنا في الاول غادي نتبعوا غير واحد الريجيم، ما عرفناش في الاول غادي ندخلوا في المراحل ديال السكري هكاك اللي كتكون ما بين الادويه بعد مرات بعد مرات ما بين لانجيكسو ما بين هكا، يعني هذه حتى هي كاين الاشياء الاخرى اللي كدل كذلك كدل على العصب. العصب حتى هويا الواحد ملي كيكون كيتعصب بزاف ملي كيكون هكا، يعني حتى هيايا كدل كذلك على التلف ديال الاعصاب ديالته فيها هكا على حساب الرجل وداك الشيء وديال المفاصل. هذه كلها اشياء كيف كتشوفوا راه كلها خطيره، يعني غير كل حاجه بوحده بوحده الا ما تعالجتش في الاول فانها كتطور الى مرض مزمن مدى الحياه. علاش حنا نخلوه مرض مزمن مدى الحياه الا قدرنا باننا نقدر نعرفوه في الاول، وخاصه بان الجسم حتى هو نبهنا، يعني راه باقي عندنا واحد سميتو باننا نعالجوه في الاول. هذه من بين الاشياء اللي كنقول لكم، يعني هي كاين اشياء اخرى كدل ثاني على النقص ديال المغنيسيوم، هذا حتى هو كنديروا ليه في سميتو النقص ديال الفيتامين دوز، يعني اشياء كلها اللي خاصنا فريمون نردوا ليها البال ونعالجوها في هكا باش اننا فريمون نكون دايرين. ما غاديش نقول لكم راه اي واحد الا مشى عالج راه غادي تكون لي فريمون 100% من الاول، ولكن او موا كنقلوا هذاك العلاج الطويل العلاج المزمن. الجسم ديالنا عطانا واحد الجرس ديال الانذار، عطانا واحد التنبيه نبهنا ولا هكا احسن من اي طبيب ولا هكا كيقول لنا هات سميتو الجسم ديالك اش داير، يعني سير ديريكتومون دير هذاك التحليل دير هذاك سميتو باش تشوف اش كاين عندك هذيك الساعه. يعني الواحد ماشي غادي يشوف غادي يقول نو 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 صافي، لا كاين بعض المرات اللي غادي يكون لك هكاك غير رجلك بارده ورجلك تنفخات ولا هكا غادي نقولوا العلاج غادي يكون غير في الضوء وداك الشيء ما تديرش زعما كاين ما تكونش موسوس لك، ولكن ملي كتكون تكرر العمليه وكيكون على طيلة السنة الأرجل باردة هكاك وعندنا الصبيعات بأنهم فريمون منفوخين ولا هكا، فهذا ماشي كيدل على التعب وبأنك راه واقف النهار كامل وهكا وبأن رجلك راه خاصها الحركة، نو
هذا كيدل بان راه كاين واحد المرض انه بان كيدخل لك في الجسم ديالك بشويه بشويه بشويه، والجسم ديالك الارجل ديالك عطاتك واحد جرس الانذار بانك خاصك تنتبه لها. تو سامبلومون من بين الحلول اللي غادي ندير لكم في هدف، قلت لكم خاصنا الطبيعي اننا نديرو التحليل هكاك باش نشوفو اشنا هو اللي نبهنا الجسم ديالنا في هذه واحد. الحاجه الثانيه هو ماشي غير غادي تاخذو غادي تقاب تما، كاين بطبيعه الحال اي تريتمون اي علاج كياخذ واحد المده، راه ما كاينش واحد العلاج ديال 15 يوم ولا هكا، انه اي علاج اي علاج كيكون ان موا وتاي غادي اشهر وانتي غادي طالع، هذا نكونوا مدينين منه. ماشي كنعالجو سخانه ولا كنعالجو دياغي ولا كنعالجو هكا غادي نقول واحد 3 ايام ولا اسبوع هكا كل شي حاجه، انه راه فريمون واحد المرض هكاك يعني عارفه راسنا باننا ما بين شهر وحنا غادي نطالعين. الحاجه الثانيه هو كيف قلنا في الاول هو نفس الاشياء، يكون الاحذيه تكون دائما عاليه، تكون دائما مسدوده مزيان وهداك الشيء، ارتداء ديال الجوارب حتى هما يكونوا جوارب اللي يكونوا قطنيين ويكونوا سخانين، والحركه المشي افضل علاج. المشي نتمشاو نحاولوا يوميا 20 دقيقه مينيموم، هذه افضل علاج. نشربوا الماء ديالنا دائما مزيان، نديروا الناس اللي ما عندهمش مشاكل ديال المعده ولا هكا نقطروا فيه شويه ديال الحامض ونشربوه حتى هويا. نتمشاو 20 دقيقه، نتمشاو حتى نص ساعه وحنايا غاديين. ما قدرناش نديرو سميتو نتمشاو في البرا ولا هكا يقولك انه حقه هكا حقه هكا حقه هكا، انا نتمشى غير في داري، نكون دايره في سميتو هكا كنعطي راسي واحد الوقت ونتمشى انا في داري هكا، وغادي ندير نحسب راسي وغادي نلقى راسي بانني راني تمشيت. المهم هو ان الحركه، الحركه خاصها تكون دايره في هكا. الحاجه الثانيه هي طريقة التنفس، نعرفوا بأننا نتنفسوا، نحاول بأننا دائما نتنفسوا مزيان، نتنفسوا نستشنقوا دائما هادشي حتى هو مزيان. نحاولوا عندنا البحر في المدينة ديالنا، نحاولوا بأننا على الأقل مرتين في الأسبوع نمشي نشموا الهواء وداكشي ندو، لأن التنفس راه فريمون فيه بزاف الأشياء. التنفس الصحيح كنهضر، التنفس الصحيح مزيان كيدير لنا بزاف سمسو، يعني راه الأكسجين كيدخل لنا الجسم ديالنا، راه هو داك الأكسجين اللي كيدخل راه ماشي غير سمسو، راه هو باش كنعيشو هي أول حاجة، وكينشط لنا الدورة الدموية ديالنا ديال الجسم ديالنا. وملي كتنشط الدورة الدموية ديال الجسم ديالنا راه كتمشي في لوكوغ كامل، يعني من السيرفو حتى للصبع ديال ترجلينا الصغار، يعني هكاك ملي حنا ندخلو لواحد الهواء اللي غادي يكون نقي. البحر الغابه نطلعنا للسطح تكون شميشه، نبلت على خاطر هكاك ندير في سميتو، نحاول غير في الدار ولا هكا نطلق شويه ديال الخزامه ولا الاوكاليبتوس ولا هكا. غير هو الا كانوا عندكم لي ديفيزور داكشي ما نتعداوش واحد 10 دقائق، لانه لا تعدينا اكثر هذاك راه كيولي لينا سموم، يعني ما كنستنشقوش شي حاجه اللي كتكون نقيه ولا كتكون بيو. ما عنديش هكا، كان غادي ندير واحد الكاسرول غادي ندير فيها قشيرات ديال الليمون، قشيرات ديال الحامض، ندير فيها سميتو الحبات ديال الخزامه، ندور هكا نايع للدار ديالي نحل شريجماتي هكا وداكشي. التنفس الصحيح هذا مزيان، المشي حتى هو يكون مزيان، نشربوا الماء بزاف حتى هو راه كيعاوننا بزاف حتى هو على هذاك الانتفاخ ديالنا ديال القدمين ديال البروده ديال هكا، وكيدير لنا بزاف الامراض من بين الامراض اللي كيقدر ديتيكتيها لنا حتى سميتو الانتفاخ ديال القدمين وداكشي والبروده ديالتهم. وهويا عندنا مشاكل في الكلي باش غادي نعالجو سميتو في الاول ولا هكا، هو كنشربوا الماء بزاف وداكشي، نمشيو نديرو التحاليل ديالنا. ملي نمشيو نديرو التحاليل نحاول بان التحاليل تكون عامه كامله هكا كنديروها في سميتو، يعني اهميه شرب الماء، اهميه المشي، اهميه الاستنشاق حتى هي مزيان وداكشي. هذه اشياء اللي هي بسيطه في متناول الجميع نديروها، علاش لا؟ دائما نعطيو راسنا واحد نص ساعه في النهار وداكشي كتدير في دياتنا راها علاج جدا جدا. نتمنى بان الفيديو ديال اليوم تكون معلوماته بسيطه جدا بانها وصلت لاي واحد، لان كنحاول باننا نبسطوا المعلومه باش توصل لاي دار، توصل اي فرد ولا هكا. نتلقى في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى، ومع عمركم ما تهملوا العلامات اللي كيعطيها لكم الجسم ديالكم، مادام دار لكم واحد العلامه ولا هكا الا وكاين واحد الانذار من وراها. ما نكونوش موسوسين ولكن ما نكونوش مهملين في نفس الوقت. نتلقى في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى، احبكم في الله.